اليوم بالتبس مشاهدينا عم نحضر شيء مهضوم كثير هين وفينا نستعمله بكذا طريقه. الفكره هي من كيس صغير او قدح او شط زيز. اوكي بدنا نعمل مثل ارينجمنت صغيره للشوكولا وفينا نستعملها يا ك جيف اواي اذا عندنا مناسبه هلا جايه الاول قرباني او حتى اذا في عماده او بيرث داي فينا نستعملها ك جيف اواي نعطيها كهديه للضيوف او الاشخاص اللي عازمينهم بشيء كثير بسيط بس الفكره هي مهضومه واتس نيو. اول شيء بدنا نستعمل غير الكيس الازاز مثل ما بتشوفوا كثير سامبل الكيسات الازاز تبعولنا فمش ضروري تتكلفوا عليهم. بدنا نحط بقلبهم ورقه يلي بنستعملها تحت البوتي فور او تحت الجاتو. هيدا القياس تقريبا 20 سنتيمتر. اوكي هلا فينا نعملها بكذا طريقه. اول شيء انا رح اجرب وحده بدي قص وحده بالنص لانه بدنا نرجع نفتلها نبرمها نعملها مثل كون بهالطريقه. طلع هيك. اوكي وبدنا نحطها مثل ما هي نحطها جوات الكاس بهالشكل. اوكي ففينا يا نخليها بهالطريقه يا اذا حابين انه تثبت اكثر معنا نعملها كم طويه هيك. اوكي وفينا نحط لها نقطة جلو الطويتين على بعض وهيك تثبت أكثر معنا. اوكي نرجع بنحطها بقلب الكيس وانا حبيت هون احط سمارتيز او ملبس الملون. اوكي فيكم تجيبوا يا الحبتهم الصغيره مثل هول او بتجيبوا الملبس اللوز بتكون حبته اكبر. وفي شغله ثانيه رح ازيد لها هي هالريبن. اوكي رح نربطها عليها بهالشكل ولكن قبل ما اربطها اذا بتلاحظوا الربن اللي اخترتها شوي مبينه كانها مدروزه كانها قماش اكشلي فعليها رح احط اسم الشخص يلي نحن رح نقدم له هالسوفينير. انا هيدي بدي اقدمها لرزق ورزق بده يتجوز رزق ولا انا بعد ما وصل لانفيتاسيون ما بعرف. فوالا نربطها بهالشكل اكيد اذا حسينا انها طويله بتقربوا انه قد ما بدكم. فوالا بعد بدي صغرها اكثر. اوكي تطلع معنا بهالشكل. It's very cute and it's very simple. اوكي رح اعمل بعد وحده لكن عم نجيب هيدي الورقه نبرمها برم بس تطلع شكل كون معنا ومنعبيها بشوية شوكولات. رح نزلها معي هيدي لعند باسكال. باسكال هاي هاي
باسكال عم تسمعنا؟ بعد ما ركبت ميكرو. بون رح اعمل هيدي لباسكال نزلها معي. فوالا. كثير هينة، منا مكلفة ومهضومة، وعم تتصوروا لما تكونوا عاملين كذا وحدة وحاطينهم على الطاولة، فيكم تعملوا طاولة بنص الصالون أو بالأنتري وتعبوها كلها من هالكيسات، بيطلع مهضوم كثير شكلهم لما يفوتوا الضيوف لعندكم، وهيك هن وضاهرين كل واحد بيطلع له كاسة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالفكرة. رح أنا انتقل معكم بعد هالبريك لعند باسكال بي دو إت يور سيلف.